المباراة كانت صعبة يا أحمد، ولكن كان فيها إيجابيات كتير. طبعا خليني أتكلم بس على بقى الـ يعني الحاجات الكتيرة أو اللغط الكتير اللي أثير قبل ماتش الأهلي وبيراميدز، وأعتقد إنه بالدليل القاطع امبارح رجالة الأهلي أثبتوا في الملعب إنه الأهلي لا يبحث ولا ينافس سوى نفسه. يعني إحنا مش في اعتبارنا، أو الأهلي دايما مش في اعتباره الظروف المحيطة بيه، مش في اعتباره حسابات الوصافة، مش في اعتباراته مين يوصل ومين ما يوصلش. الأهلي بيلعب للأهداف اللي بتخدم النادي الأهلي، وبيتهيألي في ظروف مختلفة شوية، وحضراتكم عارفين إنه الأهلي عنده ماتش مهم جدا يوم السبت، ماتش حط عليه جماهير النادي الأهلي أمال كبيرة جدا، كان ممكن مثلا ما يلعبش بالفيرست تيم، أو يدي فرصة أكتر للناشئين، أو يريح عدد كبير جدا من اللعيبة، أو على أقل تقدير حتى لو اشترك بنفس التشكيل تلعب اللعيبة بالشوكة والسكينة، كل واحد خايف على نفسه، كل واحد عايز يلعب ماتش قبل النهائي، وكل واحد عايز يوصل للبطولة مع النادي الأهلي، وبالتالي كان ممكن تشوف أداء تماما مغاير. لكن مرة تانية بنأكد مرة دي بالفعل، يعني احنا من قبل المباراة واحنا بنتكلم انه ده لا يمت صلة للنادي الأهلي من قريب او من بعيد، لكن المرة دي ردت رجالة الأهلي في الملعب. بعيدا عن ماتش بيراميدز، في ثلاث رسائل مهمة جدا في هذا التوقيت. الرسالة الأولى الحقيقة رسالة لكل من يتحدث عن صفقات النادي الأهلي في التوقيت الحالي، أرجو من حضراتكم، وأنا عارف أن جزء كبير منكم منتمي للكيان وهدفه دايما أنه ينقل للجمهور صورة عن اللي بيحصل في الكواليس. إحنا في طبعا قناة النادي الأهلي الرسمية بنتمسك بالإعلان عن صفقة معينة بتتم في توقيتها الفعلي أو بمجرد ما بيتم عنها الإعلان بشكل رسمي، لكن في النهاية الكلام عن صفقات النادي الأهلي سواء الراحلون أو القادمون ما أعتقدش أنه في مصلحة الفريق، وأرجو من الجمهور كمان أنه يستوعب النقطة دي في هذا التوقيت الحرج. يعني أرجو من حضراتكم أنكم تحطوا نفسكم مكان لاعب بيلعب ولابس تيشيرت نادي الأهلي وممكن يبقى له دور مهم جدا في حسم بطولة أفريقيا سواء في قبل النهائي أو إن شاء الله لما نتأهل للمباراة النهائية، يسمع كلام دلوقتي أنه من الراحلين عن النادي الأهلي، أو أنه في لعيب تاني بيفاوضوا النادي الأهلي ممكن يكون جاي في مركزه، وإيه حجم التأثير السلبي اللي ممكن يحصل على نفسيته وعلى مستوى تركيزه وعلى مستوى أدائه حتى في مرحلة الاستعداد لقبل النهاية. فأرجو من حضراتكم سواء الناس اللي بتتكلم أو الناس اللي بتسمع نأجل الموضوع ده لغاية ما بعد بطولة أفريقيا. ده نمرة واحد. الجزء الثاني الحقيقة مرتبط بحالة الدعم، وأنا عارف قد إيه دايماً جمهور نادي الأهلي على مدار تاريخ طويل جداً كان ليه دور رائع، وفي بعض المناسبات وفي بعض الأوقات أقدر أقول إنه كان ليه دور الحاسم في إنه الأهلي يفوز ببطولات كتيرة جداً. غاب الدور ده نتيجة غياب الجمهور عن المدرجات، لكن هل ده معناه إنه جمهور الأهلي ما يقدرش يقدم دعم؟ لا، يقدر يقدم دعم كبير جداً خصوصاً على السوشيال ميديا. وأعتقد ودايم الكلام ده موجه كمان لجمهور الأهلي ولرموز وقامات يعني بنكن ليها كل احترام وكل التقدير واسماء كبيره جدا ارتبطت بالقلعه الحمراء. اعتقد انه هذا التوقيت تحديدا مش وقت انتقادات من اي نوع، وهذا التوقيت تحديدا مش وقت تصفيه حسابات من اي نوع. التوقيت ده هو توقيت دعم الكيان، احنا قدامنا مشوار بسيط جدا عشان نحقق حلم غاب عن جماهير النادي الاهلي 7 سنين، حلم النجمه التاسعه الجماهير النادي الاهلي لو حققته أعتقد هيبقى حلم طال انتظار، وبالتالي أنا بيتهيألي إنه هذا التوقيت نحتاج إلى تنحية كل الخلافات جانبا، كل الانتقادات اللي ممكن تكون في موضعها، يعني ممكن يكون انتقاد صحيح جدا لجهاز فني أو لإدارة أو للعيب بعينه، لكنه مش توقيته أو مش وقته السليم خالص، وبالعكس من الممكن جدا يكون تأثيره السلبي أو مردوده السلبي أكتر بكتير جدا من مردوده الإيجابي، وبالتالي دي نوع او ده نوع من انواع الدعم اللي بتمنى من جمهور النادي الاهلي انه يقدمه لفرقته ولاعيبته ولجهازه الفني.